السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا عندنا داتا كتيرة جدا، العصر بتاعنا ده مليان داتا، من حيث ان انت عندك كمية كبيرة جدا من البيانات، الصور، الحاجات دي كلها، فكل دي داتا وهنحطها كده داتا سيت، قاعدة بيانات نقدر نشوف المعلومة اللي احنا عايزينها. وليكن مثلا انا عايز استفاد من الداتا الكتيرة دي قوي في ان انا اعرف سعر الشقق في المكان ده هيبقى قد ايه، انا شغال في الايجارات او شغال في البيع وهكذا. ممكن يكون الاعتماد الاساسي على الحجم بتاع الشقه، تمام؟ فمثلا ممكن اقول مثلا من ايه نسبه التناسب، ان لو شقه 50 متر هتبقى مثلا ب 100,000 مثلا، حاجات زي كده، طلعت السعر بتاعها ممكن يزيد. لكن ممكن يكون في عوامل اخرى تساعدني على تحديد السعر، زي مثلا المكان اللي موجود فيه، عدد الغرف انت هتستخدمها استخدام مثلا اللي تقعد فيها كمنزل ولا ده هتستخدمه كمقر للشغل بتاعك. فهتلاقي ان في عوامل كتير جدا بشوافة بس على فكرة الحجم او المساحة بتاعت البيت. ممكن حتى الكود البريدي بيفرق، في ناس كتير بيتأجر بتشوف الكود البريدي، هل المكان دوت في منطقة فخمة او في منطقة اي كلام، او المنطقة اللي موجود فيها ناس مثلا مشهير وهكذا، كومباوند الموضة جدا اللي طلعت. ففي عوامل كتيرة جدا بتحكم، مش مجرد بس المساحة، لا، في عوامل كتيرة جدا. فممكن يبقى في برنامج بياخد البيانات دي كلها ويسعر لنا الشقق ديت، ويبدأ ان هو يتابع الاسعار، بحيث ان لو في شقة مثلا معروضة بسعر اقل من المفروض تتعرض بيها، يقول لك مثلا اللي هيشتري ديت دي لقطه وحاجات زي كده. فانت عملت برنامج يساعدك في الشغل بتاعك. فالداتا هو البترول بتاع العصر الحالي يعني، وهو فعلا كلمه بترول بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو حاجه منجم ذهب في فلوس كتيره، وبمعنى اخر ان هو اللي هيخلي البرنامج بتاعك يشتغل. يعني تطبيق الذكاء الاصطناعي دوت، لو انت عامل خوارزميه كويسه وممتاز وكل حاجه، لكن مش بتديله داتا، النتائج بتاعته هتبقى مخيبه للامال. زمان مثلا كان في خوارزميات قويه جدا، لكن الداتا اللي اتحط ان هو ممكن يجيب مثلا 20 متطوع، ممكن يجيب 20 طالب من عنده ويقول له طب جرب الموضوع دوت، فالنتيجه مش هي النتيجه المرجوه. انما لما بداوا ان هم ياخدوا الداتا من حاجه زي السوشيال ميديا، مثلا تطبيق مثلا يقول لك ايه، حط صورتك زمان وصورتك دلوقتي، بقى عنده قاعده بيانات رهيبه جدا، فعلى اساسها قدر يعمل تطبيق حط صورتك دلوقتي وانا اقول لك صورتك بعد 20 سنه تبقى عامله ازاي. فكميه الانفجار الرهيب في الداتا اصبح ان الذكاء الاصطناعي اقوى، بقى في وقود عامله زي الطعام للانسان، عامله زي الوقود للسياره، حاجه بتدي طاقه رهيبه جدا، يعني كانك انت بقيت سوبر ذكاء اصطناعي. فتخيل شات جي بي تي اول ما نزل كان في مشاكل كتيره جدا، لكن مع مليار واحد بيستخدموه يوميا بقى النتائج بتاعته افضل، بقى كل شويه بيتحسن. تخيل ان انت مثلا عندك مثلا اشهر مثال ان انت عايز تعرف الفرق بين القطط والكلاب، ليه؟ هو مجرد مثال ان انت عندك مجموعه بيانات وعايز تصنفها كلاسيفيكيشن، فمش هتأجر ناس يقعدوا واحده واحده يعلم ده قطه ده مش قطه، لا ده سياره، لا ده كلب وهكذا، اللي ممكن تكون الصور مش لازم قطط وكلاب، فلازم الذكاء الاصطناعي هو اللي يعلم ده قطه او مش قطه او حاجات زي كده. مع توفر الداتا بقى يبقى في ناس كتيره جدا، وناس كتيره بتعملها من غير ما تاخد بالها، زي مثلا انت تدخل موقع فيقول لك عشان تثبت ان انت مش روبوت لازم تحدد القطط في الحاجات دي، هو بيبقى عنده داتا لكن انت بتضيف له. ففي ان انا ابدا انا واحده واحده اعلم عليهم، فده تعليم او تصنيف للداتا بشكل انت بتدربه او بتشرسه او بتعلمه كل حاجه، او في لا ان انا اديله المعلومات وهو يبدا ان هو يفرق بينها، هو يبقى عنده الخوارزميه المعينه ان يبقى عنده كل الصور، وهو يبدا يميز يعرف والله طب اخمن ان دي قطه او كلب على اساس معينه، ويبدا يقارن. يعني هو عنده كميه داتا معينه يبدا يقارن، يقول لك والله انت قلت لي ان دي قطه وده كلب، انا حاسس الحجم. بعد فتره يقول لك لا، ممكن يكون كلب صغير وقطه كبيره، طب شكل الودان، طب الوقفه بتاعتهم بتبقى عامله ازاي، فيبدا ان هو يعمل نفسه قاعده بيانات. انا جربتها في كذا تطبيق، كنا قالوا لي دربه، فبقيت ادربه لو انا بشرب قهوه او ما بشربش قهوه، اول ما يشوف الكوب او يشوف جزء من وشي مخفي بايديا
يعرف انها بشرب قهوه. فهي دي الفكره. ممكن تراقب سلوك الناس اللي بيشتروا منك لو انت عند السوبر ماركت كتير، وتبدا تتنبأ ده لما بيشتري كذا بيشتري كذا. طب لو حطيت الحاجه دي على جنب الكاشير، الناس كتير وهي واقفه هتشتري، تمام؟ يعني لو حطيت جنب الكاشير مثلا مكان طبخ او حاجات كده، يعني مفيش حد هيجي عند الكاشير وهيفتكر بقى ده انا ما عنديش بوتاجاز. لا، احنا نحط ايه، شوكولاته، نحط حاجه ممكن يحتاجها هو، مش حتى الصادرات بتعمل كده. مفيش حد هيفتكر ان هو عنده سكر ونسي يجيب ده السكر واقف عند الكاشير. لا، هو بيحط بقى ممكن شامبو، بيحط الحاجات الايه البسيطه اللي ممكن الناس يعني تشتريها لمجرد انها شافتها، مش حاجه حياه وموت. ممكن عندي مصنع فعندي داتا كتيره، فاقدر اشوف والله المكن اداني اداء اعلى لما درجه الحراره بقت كام، فعلى اساسها افضل درجه حراره ان تبقى كذا، بحيث ان المكنه بشغل كويس وطلع لي افضل انتاجيه. ممكن مثلا مطعم يبدا يشوف ايه الاطعمه اللي الناس بتطلبها، او ايه الاطعمه اللي عليها اقبال اكتر فيركزوا عليها. مثلا كان في تجربه في بعض المطاعم اللي الوجبات السريعه، بداوا يدرسوا طب مين الزبون بتاع الصبح، طب مين الزبون بتاع الوقت دوت، كل وقت وليه الزبون بتاعه. مثلا الصبح لو احنا قلنا له ان احنا هديك قهوه مجاني مع الكيكه اللي هتاخدها، اكيد هيجي لنا، احنا مثلا موظف وراح الشغل، فبدا يبقى في شويه عروض من الساعه كذا للساعه كذا، في اوفر لكذا، من الساعه كذا للساعه كذا بقى في اوفر لكذا. فاصبح يعني هو ده انسب حاجه ليا، ان انا اروح بدل ما اروح مكان اخد منه قهوه، مكان تاني اخد منه كيكه، ده هو المكان هيديني كوبايه قهوه لو انا شريت من عنده كيكه. اصبح في حاجات خلاص انا ضمنت ان هو لو قرب بس من المنطقه هيشتري، يعني هيشتري عروض من خلال الذكاء الاصطناعي، يقدر يستنتج ايه افضل حاجات اقدر ان انا اقدمها للناس. ما انا ممكن اقول له سندوتش كذا مع سندوتش كذا، بس هو مش عايز سندوتشين، هو عايز لا سندوتش مثلا مع، او مثلا الهابي ميل، الوجبات بتاعت الاطفال معموله بشكل حلو ولعبه معينه والحاجات دي كلها، فمدروس كل حاجه بحيث ان انت لازم تشتري، مفيش حل ان انت تشتري. ليه؟ لانه عنده قاعده بيانات كتيره، كل المطاعم بتقول والله احنا هنجرب في مطعمين مثلا اوفر معين ونبدا نشوف النتيجه بتاعتنا هتعمل ازاي، وممكن كميه الداتا كتيره جدا فانت مش واخد بالك منك من الفكره دي. لكن الذكاء الاصطناعي بيقول لك والله انا لاحظت ان يوم الاربع كذا لو عملنا منتج كذا الناس كلها هتشتري. فدي فائده الذكاء الاصطناعي اللي هو الثروه الكبيره البترول اللي احنا لازم ان احنا نستخدمه، لان البيانات بتكون فيها فوضى كتيره، انما الذكاء الاصطناعي يقدر ينظمها لنا وياخد باله من حاجات احنا ما ناخدش بالنا منها.